40 شابتر 2 بيقول a baseball is hit almost straight up into the air with a speed of 25 meter per second. عندنا شخص حدف كورة لفوق almost straight up بسرعة في نوت مدهلنا اهي 25 متر بير سكند، اكيد فوق خالص يبقى البيب كام؟ صفر يتوقف، والاكسلريشن عندنا بيقول لي هاو هاي قد ايه الارتفاع ده؟ احنا عارفين الاكسلريشن ماينس 9.8 متر بير سكند. عندنا سرعه ابتدائيه والنهائيه والاكسلريشن، يسعفني القانون الثاني اللي ما فيهوش زمن، في سكويرد بتساوي في نوت سكويرد زائد 2 اي دلتا واي. طيب الفي نوت بخمسة وعشرين نربعها الى ماينس 9.8 وهيتوقف كده، اقدر اجيب الدلتا واي او الخمسة وعشرين تربيع تقسيم 2 تقسيم 9.8، طبعا دول جم من هنا في الاجابة موجب، فطلعت ان الدلتا واي اللي هي الارتفاع يعني بتساوي 32 متر. يبقى ده السؤال الاولاني مباشر، طالب مني اقصى ارتفاع هتوصله كوره قذفناها ب 25 متر بير سكند لفوق. في المطلوب بيه بيقول لي هاو لونج از ات ان ذا اير، يعني طالب مني الزمن الصعود كام واضربه في 2 عشان مره ثانيه نزل. عندنا السرعه النهائيه بصفر، ابتدائيه عندنا والاي عندنا، طالب مني التي النهائي بصفر، الابتدائي بخمسة وعشرين ماينس 9.8، يبقى أقول 25 على 9.8 هيطلع إذا التي 2.55 سكند، ده الصعود. إذا التي توتال كام بقى؟ طالع نازل نضرب في 2 فطلع الجواب 5.10 سكند. يبقى مرة تاني، هو كان مديني السرعة الابتدائية وطالب الارتفاع أقصى ارتفاع يوصله، معنى كده ايه؟ السرعة النهائية هتبقى بصفر، الأكسلريشن عندنا أقدر أجيب الدلتا واي، طالب مني الزمن برضه السرعة النهائية بصفر، ابتدائي مديهاني والإيمي عندي أقدر أجيب التي، هو بيقول قد إيه قعدت في الهواء، يبقى طالع نازل أضرب في 2. آخر مطلوب بيقول لي وات فاكتورز ميك ذيس أن استيميت، يعني هل الإجابة دي اكزاكتلي؟ لا طبعا مش اكزاكتلي، إن ممكن شوية هواء مثلا ولا حاجة يعني عكسوا الكرة فيعملها شوية ريزيستنس، فممكن الإير ريزيستنس ولا شوية مطر ينزل ولا حاجة، يعني أي مقاومة للكرة وهي صاعدة طبعا بتأثر عليها فبتخليها تقف بسرعة، وهي صاعدة في شوية هواء يعني بيعكسوها لتحت فاكيد مش هتصعد الارتفاع ده وهتقعد زمن اقل، فهو الاير ريزيستنس بيأثر عليها، واي يعني شيء بيقاوم الحركه لفوق.